السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام أينما كنتم وفي أي بلد أنتم تشاهدون في هذا المقطع العاصفة الرملية القوية الشديدة التي تغطي سماء مصر وتحول النهار إلى ظلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تشاهدون الآن في عز الظهيرة الشمس ساطعة، وها هي العاصفة تقترب أكثر فأكثر منا. ستشاهدون كيف سيتحول النهار إلى ظلام دامس إلى ليل، والسبب هو شدة كثافة العاصفة الرملية التي تشاهدونها. لا إله إلا الله، كأنها سحب غزيرة، والحقيقة أنها عاصفة رملية أو غيوم رملية. لا إله إلا الله، ولله في خلقه شؤون وتدبير وحكمة جل جلاله وتقدست أسماؤه. هنا بدأنا ندخل في باطن هذه العاصفة الرملية الشديدة. بدأ الضوء ينخفض شيئا فشيئا وأصبح ظلام دامس. في الختام لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله.